في قاعه بلدية الخليل في المهرجان الثالث للزيتون الفلسطيني. المهرجان الاول اقمناه في جمعيه القدس المفتوحه، والثاني في جمعيه القدس المفتوحه، والثالث في هذا اليوم في بلدية الخليل. وهذا دلالي على ان هذه الشجره تستحق منا اكثر مما نعطيها وما نقدم لها. يعني احنا اليوم في بلدية الخليل قررنا استضافة مهرجان الزيتون الثالث في محافظة الخليل. لما لهذا المعرض وهذا المهرجان أهمية كبيرة؟ زي ما بنعرف جميعا انه الزيتون ومزارعي الزيتون ما يتعرضوا لانتهاكات من قبل المستوطنين واعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين على المزروعات وخصوصا على شجرة الزيتون.